بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى هتكلم النهاردة عن الروت لوكس ابروتش أو الروت لوكس تكنيكس. ده استكمالا للمحاضرات السابقة اللي احنا أخدناها. طبعا في مقدمة بسيطة عن الروت لوكس، وإن أنا بستخدم الروت لوكس كأداة كلاسيكية وأداة قديمة للرسم الباص أو رسم السيكونس اللي بيمشي بالروتس بتاعة الكاركترستيك ويشن، في حالة إن أنا غيرت الجين اللي موجود من صفر لإنفينيتي. يبقى الروت لوكس ده هو ما هو إلا رسمة بلوت إحنا بنرسمه في حالة إن الكي اللي موجود في الكاركترستيك ويشن بيتغير من صفر لإنفينيتي، وده طبعا بيبين لنا بيعمل بريدكت للإفكت بتاعت اللوكيشن على بلوس دي، لأن قيمة الكي لو أنا زودتها زيادة عن اللزوم او زادت القيمه عن القيمه المرغوب فيها، فالسيستم بيتحول من منطقه الستيبل للانستيبل. فعشان كده بيعمل بريدكت، ببدا اشوف انا لو زودت الكي عن كام يبدا السيستم يتحول من ليفت هاند سايد للرايت هاند سايد. وده طبعا بيستخدمه اللي هم الديزاينر في البريدكت السيستم معين. في وانا برسم الروت لوكس بيبقى في بعض الحاجات المهمه اللي انا بدايه لازم اعرفها، زي مثلا الانجل والماجنيتيود كونديشن، وده عباره عن صوره من الصور تمثيل الاحداثيات، زي ما في صور زي مثلا ريال وامجري، في صوره على شكل امبليتيود وزاويه. على سبيل المثال لو انا عندي البلوك دياجرام بالشكل اللي قدامنا ده، عندي جي اوف اس ده البلانت، وعندي الاتش اوف اس دول الفيدباك سيستم، فكلوز لوب هيبقى بالشكل ده، اوتبوت على انبوت جي اوف اس على الواحد زائد الجي في الاتش، والشكل ده وكلوز لوب ده انا عايز احسب له الترانسفير فانكشن، عايز احسب له الامبليتيود بتاعته، او احول الشكل ده الامبليتيود وزاويه. بدايه باخد الكاركترستيك ايكويشن اللي هي موجودة تحت، ودي تعبر عن الكلوز لوب روتس أو كلوز لوب بولز اللي موجودة في السيستم، ودي طبعا بتفضل ثابتة للسيستم طالما أنا ما غيرتش الجين اللي موجود أو الكنترولر اللي موجود عندي. في باخد الكاركترستيك ايكويشن بسويها بالصفر، بجيب بعد كده القيمة بتاعة الواحد بوديها الناحية التانية بتبقى بين ماينس وان. لو أنا عايز أحول الشكل ده لشكل كومبلكس كوانتيتي، الكومبلكس كوانتيتي لان الاس دي الشكل ده بيبقى عباره عن ريال ايماجينري في الاس دومين، فاقدر عايز احول الشكل ده من الكومبلكس لشكل امبليتيود وزاويه. فعشان احول الشكل ده لامبليتيود وزاويه بجيب الماينس واحد اللي احنا قلنا عليها في الكاركترستيك ايكويشن الناحيه الثانيه، وببقى عارف ان الماينس واحد ده عباره عن زائد زيرو مضروب في الايماجينري بالشكل اللي قدامكم ده. عايز احسب الزاوية الموجودة، يبقى احسب الزاوية دي وعايز احسب الزاوية دي، فاذا الزاوية دي هتبقى عبارة عن التان اللي موجودة للإماجينال على الريال بالصفر على الماينس واحد. فامتى اجيب القيمة بتاعت الصفر على الماينس واحد؟ هو عبارة عن التان بتاعتها 180 بلس 180 يديني الزيرو، او تان ماينس 180 يديني الزيرو، او تان 3 في 180 يديني الزيرو، او تان 5 في 180 يديني الزيرو. فممكن احول الشكل المضاعفات اللي انا بقولها اللي هي تبقى بلس اور ماينس. الزاويه دي امتى تساوي القيمه دي؟ عندي بلس اور ماينس 180 درجه في ال 2 كي بلس 1، والكي طبعا بتبدا بواحد عشان كده بتبقى بثلاثه، يعني رقم واحد في الاول، بعد كده بتبقى الكي لو كانت بواحد يبقى 3 في 180 يبقى 101 في 180 و3 في 180 و5 في 180. فعشان كده ممكن اعمل الفورمه دي واستخدم الكي ده، او ممكن اضرب البلس والماينس 180 في قيمه اسمها الكي، وافترض ان الكي عباره عن الواحد و3 و5 and so on من المضاعفات بتاعتها. اذا الماجنتيود بتاع الكلام ده، طبعا انا جبت الزاويه عشان اجيب الماجنتيود، فاخد الابسوليوت بتاع الترم ده، والابسوليوت بتاع الماينس واحد هيطلع في الاخر الابسوليوت ده يساوي واحد. ده الانجل كونديشن اللي احنا قلنا عليه، والانجل والماجنتيود كونديشن ان الابسوليوت بتاعه بيساوي
واحد، يبقى إذا القيمة بتاعة الاس اللي موجودة في الكاركترستيك ايكويشن أقدر أجيب الروتس اللي موجودة عندها، أو أقدر أقول إن المنطقة دي لو حققت، يعني أنا عندي لو عندي اس حققت الابسولوت بتاعها بيساوي واحد والزاوية بتاعتها بتساوي بلس والماينس 180، إذا الشرطين دول اتحققوا، إذا الاس اللي أنا حسبت عندها القيمة دي تعتبر روتس من الكاركترستيك ايكويشن بتاعة كلوز لوب سيستم. في بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها البول والزيرو. احنا اخدناها الترم الاول البول والزيرو اللي هو تحليل البسط اللي فوق فيديني الزيرو، وتحليل اللي تحت بيسوي بيديني البول، والبول طبعا ان انا باخد الترم ده بسويه بالصفر فبيديني الارقام دي كلها وبسميها زيرو، والارقام دي بسميها البولز. ولما اجي اقسم على اس بلين، اس بلين ده بيبقى ريال وايماجينري بالشكل اللي قدامكم ده، البول بتاخد علامة كروس والزيرو بتاخد علامة السيركل زي ما شايفين. اسيوم ان انا عندي طبعا دي تبقى كومنت اكبر بالنسبة للمحاضرات السابقة بتاعت ايرور اناليسيس اللي احنا اخدنا فيها سكند اوردر سيستم وفيرست والسير. لو هفترض طبعا الجزئيه دي هتبين لي بقى الافكت بتاع تغيير بعض البارامتر الموجود على الاس بلين على البرفورمانس بتاعت السيستم خاصه لترانزيت ريسبونس. فهنا على سبيل المثال لو عندي سكند اوردر سيستم بالشكل ده الاوميجا ان سكوير على الكاركترستيك ايكويشن اللي تحت دي، وحاولت ان انا احول الشكل ده للتايم دومين زي ما حضراتكم شايفين كده، فهيطلع جزئين، جزء منه ده بسميه ستاتيك، ده ثابت لانه مش ديبند على التايم، هو ثابت اسمه واحد، والارقام دي كلها بتسمى احنا بنسميها الدايناميك لانها بتعتمد على التايم وبتتغير مع التايم. طبعا الجزء اللي في الاول ده بيتغير مع التايم لغايه ما يحصل ان هو بيساوي صفر، عشان كده في الاخر خالص لازم الاوتبوت لو انا مدخل مثلا يونت سيب بينطبق على الواحد، والاوسيليشن نتيجه الديناميك ده ديبند على التايم دي بتنتهي مع الوقت اكوردنج للكنترولر اللي انا عامل له ديزاين او التصميم اللي انا اخترت فيه سيلكت البارامتر بتاعه الكنترولر اللي عندي. فهنا السكند اوردر ده لو انا حبيت احلله فهيطلع لي بالشكل، حبيت ارسم التو بول بتوع السكند اوردر سيستم فتبقى نيجاتيف زيتا اوميجا ان بلس جي في الاوميجا ان في الجذر التربيعي الواحد ناقص زيتا سكوير، وسمينا ان الكوزاين بتاع الزاويه دي بيساوي هو الزيتا لان الكوزاين بتاع دي هو المجاور اللي هو ده اللي هو زيتا اوميجا ان على الوتر اللي هو اوميجا ان فهيتبقى زيتا، عشان كده قلنا ان الكوزاين زيتا بيساوي زيتا، والتايم بتاع البيك قلنا باي على الاوميجا دي، والتي اس او سيتلنج تايم 4 على زيتا اوميجا ان، والماكسيم اوفر شوت اكسبونشال نيجاتيف زيتا واي على الجذر التربيعي 1 ناقص زيتا سكوير. دي اول اناليسيز لو انا حبيت اغير طبعا حسب اول اختبار انا هعمله هثبت القيمه دي وابدا اغير في الامبليتيود بتاعه الاوميجا ان في الجذر التربيعي 1 ناقص زيتا سكوير. في المعادلات اللي حضراتكم شايفينها هتلاقي كل ما اغير هتلاقي ان التي بيك بيحصل له ايه، بيحصل ان هو بيتغير. طب ايه اللي ثابت؟ يعني هنا عندي حاجتين، لو انا غيرت ده الموجود ده هنلاقي ان التي بيك ده بيتغير، وايه ده ثابت الزيتا اوميجا ان ثابته، يبقى اذا السيتلنج تايم هيفضل ثابت في كل الحالات مهما اغير الامبليتيود ده او الايماجينري اكسس هتلاقي ان السيتلنج تايم زي ما هو ثابت. هتلاقي طبعا في تغيرات في الاوفر شوت والزيتا اكوردنج للزوايا، لان انا بزود الزوايا وبقلل الزوايا فبتغير في القيم اللي عندي. ده النتيجه بتاعتي ان انا كل ما بزود الترم ده هلاقي ايه ان السيتا بتزيد عندي، والسيتا لما بتزيد طبعا الزيتا بتقل بتاعتها. فعلى سبيل المثال كل ما السيتا بتزيد يعني السيتا دي هلاقي ان الزيتا دي اعلى من الزيتا دي اعلى من الزيتا دي، لان الزوايا بتاعتي هلاقيها الزاويه دي اكبر واحده واللي بعدها اقل دي واللي بعدها اقل واحده خالص. طيب والتي بيك هقول التي بيك طبعا لانه اكوردنج للاوميجا ان في الجذر التربيعي كل ما بزود الامبليتيود الاقي ان التي بيك عمال يقل
زي اكوردنج للمعادله اللي قدامنا دي. كل ما الترم ده بيزيد الاقي ان التي بيك بتقل، والاوفر شوت تلاقيها برضو بتقل، والسيتلينج تايم زي ما حضراتكم شايفين ده هتلاقوا ان هو ثابت في كل النواحي اللي موجوده عندي. في هنا الامبليتيود لو انا ثبتت الزيتا اوميجا ان بالشكل اللي قدامنا ده، فهلاقي ان الزيتا اوميجا ان هي اللي بتتغير، فاذا السيتلينج تايم هيبدا يتغير، والتي بيك لانه ديبند على ده هلاقيه ثابت لان هو ديبند على الاوميجا ان في الجزء التربيعي 1 ناقص زيتا سكوير. في بعد كده بلاقي طبعا ان الزيتا بتقل عن الاول لان الزاويه عماله تقل، لان هنا الاقي ان الزيتا عند هنا اكبر من دي اكبر من دي وهكذا، والسيتلينج تايم هيقل. وده الكونكلوجن بتاعت الدراسه اللي عندي، ان الزيتا اوميجا ان لما بيزيد السيتلينج تايم بيقل، والاوميجا ان الترم ده لما بيزيد الاقي ان التي بيك بيزيد، والسيتا لما بتقل فالزيتا بتزيد فالاوفر شوت بيقل لان الاوفر شوت ديبند على الزيتا اللي عندي. طبعا الزيتا اوميجا ان لو انا رسمت بيها سيركل معينه بالشكل ده كامله، وانا عارف ان الكوزاين سيتا بتساوي الزيتا بتساوي كوزاين سيتا، فدي لو كانت في المنطقه دي معناها ان هي الكوزاين 180 هلاقيها ان زيتا بماينس 1، كوزاين 90 هلاقيها بصفر، كوزاين سيتا بواحد كوزاين سيتا بصفر تطلع بواحد، وكوزاين 180 او 360 هتلاقيها الزيتا بصفر عندي. طبعا القيم بتاعت الزيتا دي المناطق دي كلها بيبقى ليها ترجمة معينة، الزيتا لما تبقى اقل من الصفر في المنطقة دي فلاقي ان ده اسمه نيجاتيف دامبد، والزيتا لما بتساوي صفر في في الاكسس اللي فوق والاكسس اللي تحت دي بسميه ان دامبد، والزيتا لما بتبقى في الرينج ما بين الصفر اكبر من واحد ما بين الصفر والواحد في المنطقة دي فبتبقى اندر دامبد، والزيتا لما بتساوي واحد عند الريال اكسس دي بتبقى كريتيكالي، والزيتا اكبر من واحد دي في حالة الاوفر دامبد دي في المنطقة اللي هنا خالص. في طبعا ده كله كان تمهيد لعملية الروت لوكس دروينج او الروت لوكس ابروتش. لو انا عندي كلوزد لوب سيستم بالشكل ده وجبت ترانسفير فانكشن واي على الار، الكي جي على الواحد زائد الكي جي في الاتش، فالاقي ان الكي جي في الاتش تساوي طبعا الكاركترستيك ايكويشن اساويها بالصفر عشان اجيب منها البولز بالشكل اللي قدامنا ده، يبقى هوصل لنفس النتيجه اللي انا قلتها اللي هو 2 كي بلس 1 في 180 او 2 ان على حسب يعني ده فاكتور وات ايفر، بس بياخد 1 و2 و3 و4. طبعا الجي في الاتش دي بسميها الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. يبقى باستخدام الاوبن لوب في لو انت جات لك مساله، فباستخدام الاوبن لوب ترانسفير فانكشن زائد السيستم بارامتر اللي موجوده اللي هو الكي اقدر اعمل انالايز للكنترول كلوز لوب سيستم ريسبونس، واغير طبعا القيمه بتاعت الجينا زي ما قلنا بتتغير من صفر لانفينيتي عن طريق التغير عن طريق الامبليتيود ده والابسوليوت ده، اقدر واغير في قيمه الكي ده والكي ده اقدر ارسم الروت لوكس واعمل انالايز لكلوز لوب سيستم. ده الكونكلوجن بتاعت الروت لوكس بشكل عام. طبعا الروت لوكس كرسم او كبلوت او كطريقه بتعمل انالايز لكلوز لوب سيستم بيبقى في بعض البروبرتيز اللي هي بتخص الشكل ده وبتخص البلوت ده، ان هو عندي اللوكس سيجمنت بتبقى سيمتريه، في عمليه سيمتريه ما بين الترم اللي فوق واللي تحت، يعني الجزئيه دي سيمتريه مع دي بالظبط للروت لوكس. الروت لوكس لو مشي باتجاه معين في المنطقه دي هيمشي نفس الاتجاه مرايه ليه بالظبط في المنطقه التانيه. التاني طريقة ان عندي الكي بتتغير من الصفر لغاية انفينيتي، وعندي الكي بتساوي الواحد على الابسوليوت. الكي طبعا لما بتساوي صفر هتديني البولز، يبقى اذا البولز هي عبارة بتبقى الستارتنج بوينت للروت لوكس، والكي بانفينيتي دي بتعني ان الزيروز هي الاند بوينت للروت لوكس، بمعنى ان الروت لوكس بيطلع من البولز وينتهي عند الزيرو. ودي طبعا نقطة بوينت تيست بوينت اس نود لو انا عايز احسب عندها او اشوف ان الروت لوكس بيمر بالنقطه دي ولا لا، فبوصل كل البولز وكل الزيروز اللي موجوده
ده بولز، واقيس الزوايا اللي ما بين كل واحد فيهم والتاني بالنسبة لي الاس نود. يعني على سبيل المثال انا عايز احسب الاس نود بالنسبة لسيتا 3 البولز ده، فاروح موصل نقطة من الاس نود، من الاس نود للبول ده، واحسب الزاوية دي كام، واحسب الزاوية دي كام، واحسب الزاوية دي كام، واحسب الزاوية دي كام، واقدر اجيب الزاوية. لو المجموع الزوايا دي كلها طلع ب 180، فاذا بلس اور ماينس 180، فاذا المنطقة دي بيمر بيها الروت لوكس. يبقى اذا الزاوية طبعا النقطة دي الاس نود، ان انا بجيب الجي في الاتش واعوض عنه باس نود عشان اقدر اجيب الزاوية بالشكل اللي قدامنا. هتلاقي ان زوايا البول زوايا الزيرو اللي هو سيتا 1 ناقص زوايا البول، لان الزيرو بيبقى فوق والبول بيبقى تحت، واحنا عارفين ان البول بيبقى تحت في ريال وإماجن، فالإماجن لو طلع فوق بيبقى بالماينس جي، فعشان كده دايما احنا بنحط الماينس بتاعتها، بنحط زوايا الزيرو ناقص زوايا البول. في الريت لوكاس كونستراكشن بشكل عام بعض النودس المهمة برضو في البرانشز اللي هي الأفرع بتاعت الروت لوكاس اللي موجود. لما باجي أرسم الروت لوكاس من الصفر، من البولز عند الكي بصفر للزيرو عند الكي بإنفينيتي، بيبقى في بعض الافتراضيات. على سبيل المثال إن أنا بيبقى عندي عدد الإن ده عندي نمبر أوف بول والإم نمبر أوف زيرو، العدد بتاعهم لو هو مش متساوي في حالتين ليه، لو عدد البول أكتر من عدد الزيرو فبيبقى عدد البول اكتر من عدد الزيرو، فلازم في نقطه بتروح لانفينيتي، البرانشز بتروح لانفينيتي. انفينيتي ده معناه ان البول ده بيروح لانفينيتي يدور على زيرو ليه، اما العدد البول اقل من عدد الزيرو فبقول فبيبقى في برانش بيبقى من انفينيتي جاي للزيرو، لان في زيرو اكيد في البلوت بتاعه او اللوكس بتاعه هيبدا يدخل على الزيرو اللي عنده، فبيبقى من انفينيتي داخل لايه، زيرو. الريال اكسس سيجمنت، وده بستخدمها في البوينت الخاصه بحساب او معرفه المناطق اللي بيمر بيها الروت لوكس. في على سبيل المثال لو عدد البول زائد عدد الزيرو بيساوي اوت، ده بقول ان المنطقه دي بيمر بيها الروت لوكس. على سبيل المثال لو انا عندي، لو انا وقفت في المنطقه دي فبلاقي كل اللي على ايدي اليمين مفيش اي بولز موجوده، لو انا مشيت في المنطقه دي اللي على ايدي اليمين واحد فردي عدد فردي من البولز، يبقى المنطقة دي هيمر بيها الروت لوكس. لو وقفت في المنطقة دي هلاقي ان عدد البول واحد زيرو واحد بول، يبقى اتنين، اتنين ده عدد زوجي، اذا لا يمر بيها روت لوكس، وده عدد فردي واحد اتنين تلاتة هتلاقي بيمر بيها روت لوكس. اذا البولز زائد الزيرو لو كان اود هيمر بيها روت لوكس، والبول زائد الزيرو لو كانت ايفن مش هيمر بيها الروت لوكس اللي موجود عندي. في الاسيمبوت ده ده عبارة عن assembled angle، دي زاوية لخط وهمي احنا بنرسمه، الخط الوهمي ده على اساسه زي بالظبط كده زي الحاجة اللي هي بتضيء الطريق قدامنا عشان نبدأ نمشي عليها، فممكن تعتبر ان assembled ده هو اللمبة اللي احنا بنركبها عشان الروت لوكس يبدأ يمشي عليها، يبدأ يشوف طريقه ازاي، او هو خط افتراضي الروت لوكس بيبدا يمشي عليه بشكل ما، لان طبعا ما بيبقاش عارف هو هيمشي فوق ولا تحت، فالروت لوكس في الاسيمبل ده هو الخط الافتراضي اللي هيخلي الروت لوكس يمشي ناحيته. طبعا بيبقى فيه اكتر من بارامتر للاسيمبل ده، على سبيل المثال الزاويه تبقى بلس او ماينس 2 كي بلس 1 على عدد البول ناقص عدد الزيرو، والكي هنا بصفر واحد واثنين وثلاثة وهكذا. على سبيل المثال لو انا عندي عدد البول بستة وعدد الزيرو باتنين، يبقى اربعة، 180 على اربعة تطلع بلس او ماينس 45، هي زاوية 45 وزاوية تانية ماينس 45. انا محتاج كام واحد هنا طبعا، لان عدد الاسيمبوت الخطوط بيساوي النمبر اوف بول ناقص النمبر اوف زيرو، فهم اربعة، انا جبت اتنين بس، فابدأ اعوض عن الكي تاني بواحد، هتطلع الزاوية اللي بعد كده بمية بلس او ماينس 135، 135 اللي هي المكملة ليها دي، هقيس بلس 135 يبقى دي المكملة ليها، تمام، وهقيس والتاني ده هقيس ماينس 135 هتبقى التكملة بتاعتها دي، فإذا الخطوط أو الزوايا اللي موجودة عندي 1 2 3 4، ده اللي هم الأربعة الأسيمبتد اللي روت لوكس هيبدأ يمشي عليهم.
في السنتر السنترويد اوف اسيمبتود، المكان بتاع الاسيمبت، يعني انا عامل المكان بتاع الاسيمبت عند الاوريجين. لا ده ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، على حسب القيمه بتاعته ازاي. ليه قانون طبعا اللي هو اسمه سيجما سميشن بولز ناقص سميشن زيرو على النمبر اوف بول ناقص النمبر اوف زيرو. عندي مثال بالشكل ده، الزيرو عند الاس تساوي صفر، والبولز اللي هو الارقام اللي حضراتكم شايفينها دي، اقدر اجيب السيجما السميشن بتاعت البولز اهي جمعتهم كلهم ناقص السميشن بتاعت الزيرو اللي هو صفر على النمبر اوف بول واحد واثنين وثلاثة ناقص عدد الزيرو اللي هو واحد، يبقى تساوي ماينس اربعة. يبقى اذا المكان اللي موجود عند النقطة اللي موجودة عندها بتبقى، او الرسمة دي تبقى منقولة عند ماينس اربعة. طب لو عايز اجيب السيتا، بما انهم هم كام واحد كام اسيمبتوت، النمبر اللي عندي اتنين، تلاتة ناقص اللي هو تلاتة ناقص واحد تطلع باتنين اسيمبتوت، اتنين اسيمبتوت، فهجيب زاوية، هجيب زاويتين بالظبط. الزاويتين زي ما قلنا المرة اللي فاتت، بلس اور ماينس 180 على تلاتة ناقص واحد تطلع 90، بلس اور ماينس 90، يعني هيطلع الاسيمبتوت فوق وتحت، خط مستقيم بالشكل ده كده، تمام؟ في بعد كده حاجة تانية احنا بنبدأ نحسبها للأسيمبتوت، حاجة اسمها بريك اواي والانتري بوينت. البريك اواي دي بتبقى خاصة بالزيرو، لأن البول، لأن البول أصلا بيعمل ستارتنج، فإذا بريك اواي يعني النقطة اللي بيبدأ عندها البول ينتشر، والبريك ان أو الانتري بوينت اللي هو الزيرو بيبدأ يدخل عليها. وبقدر اجيب المعادلات دي او القيم دي عن طريق ان انا بعمل دي كي باي دي اس بتساوي صفر عند المعادله الاوبن لوب بالشكل ده. ابدا افاضل، اجيب الكاركترستيك ايكويشن واجيب قيمه الكي بالشكل ده، واحد زائد الكي في الجي في الاتش بتساوي المعادله دي، اجيب قيمه الكي لوحدها وافاضل الكي، بيطلع عندي قيم بالشكل ده. يبقى منهم ما نسميه بريك ان اللي هي خاصه بالبول ما بين اتنين بول، وما بين النتيجة دي برضو بتبقى بريك ان، ودي بتبقى خاصة بالزيرو اللي هي النقطة اللي بيبدأ يتفرع عندها البول الزيرو. الانجل بعد كده في الانجل اوف ديباتشر، وهي عبارة عن الانجل اللي بيبدأ عندها الروت لوكاس يمشي، بس ده بتبقى خاصة بالإماجينري اكتر. يعني لو عندي بعض البولز اللي موجودة إيماجيني، فلازم الخط بالروت لوكس بيمشي أو بيطلع بيعمل إقلاع بزاوية قد إيه، أو بيعمل دخول بزاوية قد إيه بالنسبة للزيرو. فالقانون بتاع الفايد باتشر هو عبارة عن 180 زائد الزاوية بتاعة الأوبن لوب سيستم عند النقطة اللي أنا بحسب عندها. يعني أنا مثلا لو بحسب عند الإس بتساوي ماينس جي، فبعوض عن 180 زائد الزاوية بتاعة الجي في الإتش ماينس جي بالكلام ده، واقدر اعوض واجيب النتيجه بتاعه الفاي ديباتشر. ونفس القانون بتاع الفاي الفاي ابروتش، عندي مثال بالشكل ده. انا لو هحسب الانجل اوف ديباتشر عند القيمه دي عند البول ده، فيبقى عندي بشكل عام طبعا ما دام هو بيمر بيها الروت لوكس، يبقى زوايا الزيرو ناقص زوايا البول تساوي ماينس 180. طيب انا بحسب هنا للبول ده ماينس واحد ماينس جي، فابدا اقول ان الفاي ديباتشر اللي عندي تبدا تاخد الفاي دي ناقص الزاويه بتاعه الاس 1 في اس بلس 1 ناقص الجي تساوي ماينس 180. اقدر اجيب اعوض هنا في القانون، انزل القيمه دي وانزل الفاي ديباتشر واحسب القيم دي، هلاقيها بماينس 180، واحسب القيمه فاي ب 225. او ان انا اجيب في القوانين اللي فوق الفاي دي ديباتشر بتساوي 180 درجه بلس، اجيب القيمه دي وابدا اعوض عنها بالزوايا دي واجمع الاثنين ده كله، واجمع الترم ده مع الترم ده، اجيب الفاي ديباتشر اللي عندي. وهنا طبعا النتيجه النهائيه خالص ان الفاي ديباتشر طلعت 225 درجه. طيب دي لو كان، لو انا عندي زاويه للانجل اوف ابروتش للزيرو بتاع الاس بيساوي جي، الزيرو الاس تساوي جي اللي هو ده، فيبقى عندي مثلا اللي فوق اس زائد الجي ده والاس ناقص الجي ناقص الزاويه بتاعت ده والزاويه بتاعت ده بيساوي ماينس 180 درجه. طيب الاس الزاويه بتاعت ده زائد الزاويه، احنا قلنا ان الاس بتساوي الجي اللي هو ده اهو الفاي ابروتش ناقص الزاويه بتاعت ده.